اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا شهيدا إلا تقبلته، ولا جريحا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان، اللهم انصر مجاهدينا في كل مكان، اللهم صوب رأيهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجعل ضرباتهم إلى اليهود صائبة، وضربات اليهود علينا خائبة. اللهم احمنا بحماك يا الله، اللهم انصرنا بنصرك يا الله، اللهم تب علينا يا الله، اللهم اشف جرحانا وعاف مبتلانا، اللهم اشف جرحانا وعاف مبتلانا، وتقبل شهداءنا، وتقبل شهداءنا، وتقبل شهداءنا، وحرر قصانا، وانصر مجاهدينا، وانصر مجاهدينا. اللهم فرج همنا، اللهم نفس كربنا، اللهم فرج همنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر علينا، اللهم تب علينا يا الله، اللهم كن معنا يا الله، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم إنا نحن عبيدك فقراء إليك، اللهم نتضرع إليك فاجزنا عنا يا الله، اللهم انزل علينا رحماتك، اللهم انزل علينا سكينة، اللهم انزل علينا جنودا من عندك، اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا دعاءنا، اللهم نتضرع إليك فاستجب لنا دعاءنا، برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، برحمتك يا الله، إنا واقفون بين يديك فلا تردنا خائبين، إنا واقفون بين يديك فلا تردنا خائبين، اللهم هذا اليوم المبارك فاستجب لنا دعاءنا، وغدا الجمعة حب الأيام إليك فاستجب لنا دعاءنا، اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم اسقط طائراتهم، اللهم اسقط طرائهم، اللهم اسقط طائراتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اقتل اليهود بددا ولا تغادر فيهم أحدا، اللهم اقتل اليهود بددا ولا تغادر فيهم أحدا، اللهم انصر غزتنا، اللهم انصر غزتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إشارة جماعة.